قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح خير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على أخبار الشوارع في القاهرة والمحافظات في ساعات الصباح الأولى. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا منو، صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. ناخد جولة سريعة الأول مرورية وبعد كده ملخص للطقس. هنتعرف مع حضراتكم دلوقتي على أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. ناخد طريق كده شارع الجيش، هنلاحظ ان هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات. هنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، هناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة والممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. ناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات تانية برضو في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر. أما بالنسبة لنفق الأزهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. تعالوا نستكمل جولتنا كده في شارع الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية وايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. لو رحنا المحور سبت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل اشارة جامعة القاهرة. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الظهور الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح ببعض المناطق. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وهي 44، وأقل درجة حرارة في كاترين 31 درجة. طبعا هنتابع محاضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.